اختتم في مدينة المكلا معرض الجامعات والمعاهد الذي استمر لثلاثة أيام، وضم عدد من الجامعات الخاصة والمعاهد التدريبية والتعليمية والجهات التجارية المعنية بالتعليم في خدماتها والمبادرات الشبابية بساحل حضرموت. عشنا ثلاثة أيام صراحة كانت من أفضل الأيام في مدينة المكلا في معرض الجامعات والمعاهد. يعتبر هذا المعرض من أفضل الفعاليات التي أقيمت في شهر أغسطس الذي يعرف الشباب بالتخصصات التي يحتاجونها بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية. فهم يأتون إلى هنا للسؤال عن التخصصات لمعرفة ما هي المواد المطلوبة هنالك، ما هي إجراءات التسجيل والقبول، ما هي الأشياء التي يريدون معرفتها. طبعا نحن نشكر شركة سناد على تنظيم هذا المعرض، معرض الجامعات والمعاهد في موسمها الثالث، ونحن سعداء للمشاركة في هذا المعرض للتعريف ببرامج وأنشطة وإنجازات الجامعة، وهي فرصة حقيقة لتشبيك العلاقات بين جامعة الأحقاف والمؤسسات التعليمية والبحثية الأخرى. ويهدف المعرض لتعريف طلاب الثانوية بالجامعات والمعاهد والفرص التدريبية والمنح الخارجية والداخلية والخدمات والمبادرات الطلابية الاستشارية. حظي المعرض بثناء واسع من الحضور وتفاعل كبير، وأشادوا بتجربته وفكرته المبتكرة في تقريب المسافات وتذليل الجهود والصعاب على الطلاب. عماد العامري لقناة سهيل من مدينة المكلا.